السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده تحفيزي لكل إنسان بيحلم بكلية معينة. الفيديو ده تحفيزي لكل إنسان عنده حلم أو عنده أمنية. الفيديو ده تحفيزي لكل شخص بيشاهدني. نبدأ الفيديو. الدكتور مصطفى محمود كان في حوار تلفزيوني قبل كده، المذيع بيسأله إيه السر في نجاح الدكتور مصطفى محمود اللي يقدر ينقله للشباب عشان يقدروا يحققوا أهدافهم. رد عليه الدكتور مصطفى محمود وقال له السر هو الفشل. المذيع بص للدكتور مصطفى محمود باستغراب، ايه هو اللي انت بتقوله ده؟ الدكتور مصطفى محمود قال له ايه، انا كنت في سنه ثالثه كليه طب ولظروف صحيه واسريه فضلت قاعد مبلط في ثالثه لمده 3 سنين لحد ما رفعتي خلاص كان يعتبر اتخرجت وانا اللي تعطلت عنهم. في ال3 سنين دول قرات حوالي 1000 كتاب. في ال3 سنين دول شخصيتي تكونت، عقليتي انكسار، تفكيري طموحي اختلف. لما رجعت للجامعه بعد 3 سنين رجعت انسان تاني خالص لحد ما بقيت قدامك دلوقتي مصطفى محمود. مصطفى محمود بيقول ايه، ربنا كان ليه الحكمه في اني انا اتعطل، يمكن لو كنت وصلت في ميعاد وصول الباقيين ما كنتش بقيت الشخص اللي انا عليه قدامك، كان زماني فاتح عياده على كدي، كان زماني دكتور فاشل. اوعى تبص لغيرك وتقول ده سبقني بخطوات، اوعى تبص لغيرك وتقول ده اتجوز وانا لسه، اوعى تبص لغيرك وتقول ده جاب عربيه وانا لسه، ده حقق هدف وانا لسه، ده مش عارف وصل لفين وانا لسه. انت لك ظروفك وغيرك له ظروفه. النبلة عشان تحدف طوبتك ابعد مكان لازم ترجع بها لورا. انت ما تعطلتش، انت بتسعى وهتوصل، بس الشيء الوحيد اللي تلوم نفسك عليه هو الكسل. طالما انت بتسعى وبتعافر هتوصل في الميعاد اللي كتبه لك ربنا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر على نشر المزيد ان شاء الله. اشترك الآن ليصلك كل جديد لتعرف كنوز الإسلام وتأخذ جبال الحسنات.